رجعنا من جديد في سبور ميكس. نذكركم بالسونداج اللي عطشنا اليوتيوب نتاعنا سونغون، كيفاش شفتوا مستوى ترجي البارح في المقابله؟ حتى التو تقريبا فما قبيل على تصويت 500 شخص تقريبا صوتوا، حتى التو ممتاز جدا 20%، ممتاز 31%، متوسط هي نسبة الأكثر حتى التو 49%. باش نكمل نحكي عن مقابلة ترجي البارح وجوليبا مع ضيوفنا مجدي السعيدي، مالك بالقاضي، أيضا طارق العبدلي، ولطفي بالحاج. نبدأ معك أنت طارق على بوشنيبا، رأى بوشنيبا البارح شفنا اعتذار منه هو للجمهور، شفنا مجهود إضافي متاعه في الهدف، تحكي عليه أكثر مالك بعد التفاصيل، لكن كأنه شفنا رياكسيون من اللاعب هذا رغم الانتقادات الكبيرة اللي تلقته في الأسبوع الماضي. أول حاجة ما تنساوش اللي بوشنيبا ساعة صغير في العمر، ملاعبي صغير معناه، وهذا معناه بالطبيعة يعاونه هو كم روندمون الضغط اللي صار له معناه مع جمهور ترجي، سورتو في الغلطة بتاع بنجردين. بون الغلطة تصير في الكورة، ما نتعلموا منهم، الخطر أنا بالنسبة لي أنا نلعب مع زيدا صاحبي زميلي غلط نفس الغلطة اللي هو بن حميدة في مقابلة معناه أخرى، دونك أنا يزمني نتعلم، وكم معناه ملاعبي صغير يزم بوشنيبا يجاوب في التيران، وهذا كاش عمل معنى ملاعبي كال من الراه، ملاعبي اللي قاعد وقت اللي تستحق له الترجي يبدا موجود. صحيح ما هوش راهو البروفيل نتاع طارق ثابت ومتاع الملاعبيه هذوما معناه اللي باش تلقاه يجي من تالي وتري رابيد، مين بوشنيبا في التاش نتاعو كومارير دروا قاعد يعطي معناه في الاضافه، سورتو امبيتور معناه وديما نلقاو الحل، عملناه مع سان داونز في مقابله شهيره، اليوم مع في مع جوليبا مع جمهور الترجي، الا انه يقف مع الملاعبيه هذوما اللي تعداو سعاد باساج فيد باش نلقاو، خاطر ما عندكش حل اخر. صحيح اليوم تقول لي تقى مي راهو زاد تقى موجور دو ميتي على كوماريير دروا، وريناه حتى في المقابله البارح. تو نسمع في برشا يقولوا يحبوا تقى في البوست هذيك، مش... العباد ذكرتهم قصيره نتفكروا تقى مع المستير كان لعب في البوست هذيك وراهو ما نجحش بالكل، خاصه ومنجحش. على المستوى الدفاعي ارجعوا تفرجوا فيه في المقابله تاع المستير، خاطر عنده ليبير نتاع انه اوفنسيف، خاطر سلام احنا هنا كي نحكيو على تقى ساعه نحكيو على المورفولوجي البدن، معناه البدن في الـ في الـ في الكومارير دروا. صحيح انت يزم تكون ساعه كومارير دروا تري رابيد، كان تكون قصير بال بال بالواحد هذاك يسكون اكسبلوزيف رابيد ولا هكا ولا اي هذوما هما معناه باش تغلف. وحاجه اخرى البارح رينا تقى في شانجمون تاع اوكبيلو، رينا كومارير دروا عنده بطبيعته من غير ما يشعر يدخل للوسط، والديكالاج هذاك بتاع الوسط هذاك علاش قلت لك راهو في مع جمعيات اخرين راهو يقراو لك حسابك راهو يلعبوا لك برشا في الظهر. احنا نقولوا شنو نقولوا نطوروا بوشنيبا يطور روحه هو كملاعب ساعة ونخدموا عليه على اغلاطه، حسب رايي انا خير من اللي انك تروم ملاعب يكون ام بيفو وتحطه على اليمين وانا تخسر دو بوست. باش نتفاعل مع تاعي مثال شيء قال لي جست في الميكرو قال, هاي قال اللي هو بوشنيبا ملاعب صغير في الكوره، تو ما عادش فما ملاعب صغير طارق سامحني مع تاعي في الكوره ما عادش فما ملاعب صغير. اذا انت وصلت اليوم تلعب في الترجي تيتولير انديسكوتابل وتلعب في نيفو معين معناتها في الشامبيونز ليغ وسجلت كونتر سانداونز كونتر سانداونز، دونك ما عادش نقولوا صغير هنا غلط يزمو يصلح ويزمو الانسان يتعلم من اغلاطه. بالضبط ما فماش حتى جوار ما يغلطش تارك، اما كلمه صغير انا ما نحبهاش، ما نحبهاش صغير، نحكي على الرياكسيون فير البوبليك يزمو يتعلم. اليوم هو في جمعيه كبيره يزمو يعرف يمتص الضغط تاع الجماهير. اليوم انا غلطت نراجع روحي كوم جوار، نراجع روحي وين غلطت وين يزمني نتحسن ونقعد نسكر وذني ونقعد نخدم على روحي. وراو تتحسب لهم الملاعبيه الزوز اللي عليهم اكبر ضغط اليوم بن حميده وبوشنيبه، انه ما تاثروش في كل مقابل، في كل مقابله تحسهم يثابروا معناه مش هكا اللي معناه توشي، مش مسلمين فما ملاعبيه راه وقت اللي يتمسوا بالكيفيه هذيك وبالمعنى سورتو جمهور ترجي نعرفوا جمهور مش سهل سورتو انه باش يقبلك الساعه وتلقاه هو يثابر في كل مقابله معناه. شوف كان يحسب بنا توا مالك قداش يجري بن حميده تلقى يجري اكثر ملاعبي في التيران لي فور نحكيو لي فور، الباقي انه هو مثلا في السونتراج في الفينيسيون في الباس نتاعو في الـ في, الـ في الاسيست في برشا حاجات في الكوفرتور في الدويل، هنا تفاصيل تاع بوست وتاع خدمه في لي زونترينمون. باهي علي مختار يقولنا طمنونا على البلايلي ومريح حكينا عليه علي مسيت، خلينا نعاود نذكر العباد اللي خلطت علينا توا
البلاي لاباس نورمالمون باش يكون، لكن فما قلق شويه حول اصابه تامر رياح. ما فماش حتى توا تشخيص طبي بما انه اصابته ركبته منفوخه شويه. غدوه باش يعمل الفحوصات الطبيه لازمه. فما قلق شويه على الاصابه لكن حتى توا مازال فما حتى شيء رسمي. فما خوف من انها تكون خطيره شويه الاصابه لكن حتى توا مازال فما حتى نتيجه طبيه. باهي مادام كنا نحكيو على بوشنيبه مالك، الملاعب يعمل لي فور كبير في الهدف اللي تسجل. لو كانت واضحه لنا بالضبط بالفيديو نبداو اكسيون دو، خلينا نحكيوا على بوشنيبه. نحنا كيفاش نحكيوا نحكيوا على اكسيون ما غير ما نقولوا اشخاص، خاطر نعرفوا برشا باش ينتقدوا خاطر بوشنيبه جمع التعديلات غلطته. نحنا نحكيوا على اكسيون كيفاش صارت عباره كي يغلط نقولوا يغلط، كي يعمل حاجه باهيه تو برشا عباد يقول لك شبيك تبدل في رايك. لا يا خويا مش يغلط ويصلح، باهي يقول لك غلطت راك غلطت وكي عملت حاجه باهيه راك عملت حاجه باهيه. وقت اللحظه كيما نقولوا نشوفوا لاكسيون دو كيما تشوفوا، لان برشا باش يغلط فقط ما عندناش رتور غلط في جست العباد شويه في اللايف يشوفوا فيها الاكسيون. شغلتوا شويه في الفيديو العباد شفنا لهنا الفيكساسيون تاع البلالي معناتها التون داري اللي عملها في الهالف سبيس يستنى في لابيل دو بال. هنا تشوفوا الفيديو ديجا نحيناه نحن بالفيديو، نحينا بوشنيبه جمله من الاكسيون وحاولنا في الاول فسخته معناتها بوشنيبه من الاكسيون نحيته جمله. ومالك سامحني بليك حسيت عليك على ما اظن انه بوشنيبه هو اللي عمل البريس فك الكوره باش نرجع لها ديجا. علاش وريت الفيديو هذه؟ نحاولوا نختلفوا شويه في الاناليز لان نشوفوا لاكسيون كيفاش فيكساسيون تاع البلاي دخل هالف سبيس باش يعمل الاسيست. لهنا اكسيون عاديه تشوف معناتها ديفونس واقف كيما يلزم اسمه يا رودريغيز مريقل موكوينا ماركي في بلاست والناس كل. لكن كي نعاود من بعد نكملوها لاكسيون دو تشوفوا لهنا شنو رجعت بوشنيب رجعت بوشنيبه في لاكسيون لابي معناتها كي تشوفوا نحن لهنا اسمه التحرك الموضوعي الموضوعي كما نقولوا نحن تغيير المركز. بوشني بارير دروا يعمل لاكسيون بطبيعه يعمل الافتكاك الكره يدخل الميليو تيران يلعب للبلايلي بحكم صار جليسمون للجولي بال مالي الكل كانت على يمين كتفكت الكره تصير باس معناتها لاتيرال للبلايلي. البلايلي كيما قلت كي يعمل فيكساسيون ولهنا بوشنيبه يمشي عمل تونداري ومن بعد طلب عمل تونداري ويمشي للبروفوندور يطلب الباس نتاعو. صحيح ريسيت حضرت حب يعمل هي الاكسيون في ذاتها ممتازه ممتازه على الاخر لهنا نحكيو على اكسيون على لابيل دو بال معناتها خرج من الرول نتاعو ومشى لعب الباس وطلب في الاسباس ولهنا ريسيت حضرت حب يعمل باس اون روتري حب يعمل التير نتاعو. هذيك امور هو جست نحن نحكيو على اكسيون والريسيت ما تحضر والشانس ما يجي كان ما انت تبروفوكي دونك لهنا بروفوكا شانس بروفوكا شانس خاطر برشا يقول لك فيه برشا زهر الكرة فيها زهر هو البروفوكي زهر هو البيش في حدات وفي زهر لكن الخدمة قبل هي لبروفوكي بالضبط هذيك هي الأكسيون الأكسيون كما تشوفوا في السيكونس. مجدي معناتها حاجه ما تعداش باش نشوفوا مدافع ايمن نشوفوه في البلاصه هذيك معناتها نجم نقولوا بصمه نتاع مدرب هذا والا لا لاعب وحده زاد انت كيفاش تقراه؟ والله الحق ما نقراهاش معناتها بصمه مدرب لانه نعرفوا ريجي كان في معناتها مازال كي جاي للترجي تقريبا يعني مازال قاعد يتعرف على الفريق لانه ثاني مباراه المباراه الاولى كانت في بنقردين منذ خمس ايام وتقريبا كانت معناتها المباراه خذا الفريق تقريبا وهو حضر ديجا المباراة نتاعو يعني كما قال طارق قبيلة تقريبا أول مباراة كانت البارح دونك بوشنيبة كان موجود في مباراة سان داونز في البلاصة هذيك كان موجود أيضا مباراة مستقبل جيبس كان سجل الهدف الثاني للترجي بعد هدف التعادل دونك نتصور أنه بوشنيبة ممكن أيضا يمكن دخل المباراة هذه برغبة كونه يصلح ممكن الخطأ اللي عمله في بنقردين حب أيضا يوري روحه ولا أمبلوس للواحد ونجح في هذا وفقه ربي فيه وعطاه البلايلي معناتها باس بيه لكن كان هو الأولاني في الأكسيون دونك نتصور أنه الحق معناتها مش شك في المدرب لكن نتصور أنه بوشنيبة كان موجود في البلاصة هذيك كما أي مدافع أي من يحب ممكن يوري يلعب نفس الهجومي ويلعب نزعة هجومية أكثر من مباريات اللي شارك فيها في قبل فما فترات تشوفوا فيها بصمة المدرب خاطر انت اليوم اريلات الدروات تعمل بريسينك تمشي للوسط الميدان وتفك كرة وتعاود تعمل انابيل ديريير ماهيش معتها ما نتصوريش من بوشنيبة واحد نتصور انا لي كونسين اللي خذاهم انهم بشغلتوا عالي في الشوط الاول فهمت نقصد معناتها شوية بلوك كما قال طارق وفما شويه بصمة المدرب ما نجموش نشوفوا كل شيء
كما قلت بكري علاش الاداء قلت لك ما عجبنيش ما نجمش تشوف في جمعه ولا في مباراه معناتها تحسن الاداء لان حبيت في نقاط معينه ولا. شفت انا بصمه المدرب شفتو في البريسينغ تاريخ على النقطه التعامل. هذه بالذات لطفي لانه قلت معناتها تقريبا المدرب الروماني للترجي مازال معناتها مشكل اللي عنده برشا وقت معناتها مع الملاعبيه باش ممكن معناتها عنده ممكن ان دي كونسين يعطيهم للملاعبيه باش يقدموا لكن بوشنيبه تقريبا مش اول مره يكون في الواحد جاء هو بارابور المقابلات اللي لعبوا مع الترجي مدافع ايمن عدد الاهداف نتاعه ماهوش متدني معناتها هو راهو ماركي ماركي فوالا حدته ديما تحدي عنده كي يغلط يحب يصلح جسمه هذاك اللي قلته الفرق ما بين سان داونز عملناه مثلا المقابله هذه انه في سان داونز شانجمون كان ان دومي وقتها يلعب قدام بن محمد صحيح لعب قدام شويه سجل مباراه مستقبل جابس كان موجود في السيمتر فهمتني هدف هو لابور اوفونسيف عنده بطبيعه النقطه السلبيه صغيره هي في البالاريتي نحكي على كورنير معناتها 10 كورنرات مكسرش تنويع فيهم وباش نربط بالطبيعة في الحكايه هذه اللي هي مهمه ديجا اخر دو شامبيونز ليغ تهزوا على دو بالاريتي عبد المنعم ورامي ربيعه مهمه برشا بحكم فما مريح وربي يشفيه فما جلاسي فما رودريغيز فما هولو زاد راهو يمكن هذه النقطه مش مستغلتها الترجي نشوفوا فيه في الاسبيرونس ويقف على الدوزيام بال لكن هو في الرجاء وفي مستير يزم يكون هو في الزون بتاع هو كي تقبلك على البلايلي البلايلي كيف الاسبيرونس دونك كان تستغل البلايلي في الزون بتاع الفينيسيون في البالاريتي والبوتولول ومريح والجلاسي انه تصور لهنا تولي بوان فور الاسبيرونس فما حاجه كانت نقطه قويه برشا للترجي في اللي بالاريتي سوتول معناتها الديفونسيف والاوفونسيف وزيد نعطيك معلومه تو الترجي عاينه محل اداء جديد وليد شرشاره الجزائري وقدموا له تحيه على فكره صاحبنا مختص برشا وقوي برشا في اللي بالاريتي تو تشوف الاسبيرونس باش يصير برشا تنويع في البالاريتي خاصه خدمته على الاخر انا باش ينوع برشا في خاصه الضعف الترجي في البلاريتي من عم ناول بور وكونتر معناها البلاريتي كانت مقوى الترجي وضدتها طارق لا بالطبيعه فما ساعات تربح ماتش بلاريتي فما اسم جبدناه بيديك ما كانش يلعب برشا لكن اليوم بدا ياخذ في دور اكثر في الترجي اللي هو مكوانا طارق ظهر لي البارح بخلاف المساهمه نتاعو في الهجوم كان عنده دور دفاعي كبير انا قلت فما ملاعب دولي يلعب في جنوب افريقيا اليوم في الترجي مخذاش معناه الرول نتاعو مخذاش دوره من معناه من معناه كيما نقولوا احنا مع كاردوزو للمقابله البارح معناه مره يقولون راهو مسافر وجا مخر مره يقولون بليسي مره يقولون راهو على خاطر الاجانب ملاعبي كيفنا هذاك انا ما نستغلوش ملاعبي فيف ملاعبي بيركيتوم ملاعبي كوارجي برشا في ساقي اي سورتو ملاعبي كنت تنجم البارح مثلا كوم شانجمون انك رودريغو ولا رودريغيز معناه ما كانش في التوب نتاعو البارح كان ينجم يكون حل اي سورتو ان يكون اون بوينت يخرج رودريغيز ويكون هو اون بوينت ونبدلو كنا نلعبوا بستاسيون وليو نلعبوا بملاعبي يطلب في ليزانترفال يسيرتو هو حركي برشا ويتحرك برشا وليه عنده لي كاليتي باش يكون غادي اي بالطبيعه عنده لي كاليتي خاطر في سود افريقيا يلعب غادي كزاده معناها لا سود افريقيا يلعب على اليمين لا يلعب على اليمين ولعب حتى اون بوينت بعد معناها يحكيو انه لعب اون بوينت لعب بونتا وسجل وهو يلعب اون بوينت حتى لي زابي حتى البونتو نتاعو البونتو معناها نتاع بوست اتاكون ماهوش بوست نتاع كولوار يترمى قاعد يستنى في الكولا ما تظهر يسرتو يطلب برشا في الظهر بتاع المدافعين كيما البونتو يسجلوا في البطولة يشبه برشا يشبه برشا معنى بريسك نفس وحتى مع الـ مع, الـ مع النجم معنى الهدف كان في السرفاس معنى الهدف نتاعو كان في السرفاس مش معنى في ان كونترا ودريبل كيما عمل معشا وضرب كورة مثلا بتاع كولوار جست ما على مكوانا وباش تسلك انت على الفيديو اللي حضرتونا اونشيني مع بعض فيديو نتاع مكوانا باه فيديو مكوانا باش نحكيو عليه جوست ما غير رياكسيون باه مكوانا في جنوب افريقيا يلعب في جمعيه جامي هز التيتر دونك لهنا جمعيه ديما كلاسمون نتاعها 4ام 5ام مي يلعب في ليكيب ناسيونال في جنوب افريقيا هو البناك كان البناك نتاع بيرسيتا وتو هو ولا هو التيتولير هو في ليكيب ناسيونال وبيرسيتا وتنحى نتاع الاهلي المصري معناتها جمعيته تلعب على الترانزيسيون باش نعطيك دو ستات مهمين برشا المكوانا في جنوب افريقيا مكوانا في جنوب افريقيا في الاكثر ملاعبي عامل دريبل في الان كونتر ان هذا لي ستات ديجا مهبطهم انا ولكن معلومه خايبه الثانيه اللي هو تنجم بالطبيعه خدمه سبيسيفيك اللي هو كاش. ثاني اكثر ملاعبي ايراتي وكازانات وضيع البارح زاد دونك لهنا بالخدمه سبيسيفيك مع
تعرف كيف تستغله ولا توظفه ينجم ينفع للجروب على الاخر سورتو الاسبيرونس عامناه واستحقت جوارات خاطر نعرفوا البلايلي كومام بلايلي موش بتاع ترانزيسيون بحكم اللاج يدخل الداخل ريان ساس كيف كيف رودريغيز اقل شويه لكن مهمه برشا كي يبدا عندك ملاعبي يطلب في الاسباس غشة ليه غشة ملاعبي صحيح بتاع ترانزيسيون رابيد لكن يحب الكره في الساقيه فما اللي يطلب في البروفوندور هو مكوانا بروفيل وشوا يستحقوا نتصور لونترونور تاع الترجي شفنا الفيفا احتفلت البارح بالفوز نتاع الترجي على الباج الاوفيسيال نتاعهم تقريبا ولا عنده بعد عالم الترجي بالمشاركة المونديالية أكيد بتبيع لأنه الفيفا معناتها شفنا أنه كيس العالم للأندية قريب في جوان جي دونك مازال 7 أشهر القرعة يظهر لي بعد الأسبوع 5 ديسمبر في نيويورك دونك الفيفا قاعدة تروج للأندية اللي باش تلعب في في كيس العالم للأندية وقاعدة أيضا توصل في مساج كونه تقريبا فما برشا كلام قاعد يتقال على المسابقة دي كل مرة الفيفا تأكد أنه ماشي معناتها قدما في الـ في الـ في الـ المسابقة دي في كأس العالم الأندية الفيفا شفناها معتها قبل أيضا كانت معتها حطت معتها شعارات النوادي الكل 32 اللي بشي يشاركوا في مونديال الأندية على الباج أوفيسيال أو على الحساب الرسمي متاحها في تويتر كيف كيف على الفيسبوك دونك ميساج من الفيفا وتهنئة أيضا من الفيفا للأندية اللي بتشارك في المونديال يعني ما نتصورش كان الفيفا مش تعملها مع فريق آخر مش بيش يلعب في كأس العالم الأندية 2025 لطفي مهم لصورة تونس وكرة القدم التونسية مش حتى كان ترجي معناتها حاجة من نوع هذا في الباجي في سيرين تعال الفيفا معناتها مهم جدا هو احنا توا نشوفه في الأعوام الأخرى معناتها الفريق الوحيد اللي مثل بريسك قاريا وافريقيا وعالميا هو الترجي التونسي انا نسميه سفير مع سفير الدوله التونسيه معناتها مهم احنا باش نشجعوه ساعات تسمع بعض الاراء اللي يقول لك انا ما نشجعش هذا فريق ترجي يمثل تونس ما يمثلكش انت كشخص دونك تجي انت تتمنى الفريق تونسي يلعب قاريا ولا عالميا انه باش يخسر وانه باش يروح من الدور الاول هذا نسميه جحود الحقيقه معناتها انا نتصور انه الترجي قاعد يمثل في تونس احسن تمثيل وان شاء الله ان شاء الله السنه يتقدم في مسابقه الشامبيونز ليج ويعمل لنا بريستاسيون باهيه في المونديال ان شاء الله اللي جاي فوالا باهي عندنا حق رد معنا بالتليفون سهيب زروق مدرب فريق مستقبل سليمان كان قال كلام في الحصه بخصوص الفريق والمقابله نتاعو مع النادي الافريقي ما عجبش برشا هيئه مستقبل سليمان وحتى مدرب مستقبل سليمان معنا بالتليفون سهيب زروق مرحبا سهيب مرحبا بك سليم مرحبا بكل ضيوفك الكرام وكل مستمعي اذاعه مسك شكرا لك سهيب باهي خويا مجال مفتوح ليك على شنو حبيت تعقب بالضبط نوضحوا للمستمعين وتفضل المجال مفتوح ليك انت مرسي بوكو بون الحقيقه والله مانيش باش نعقب ولا نجاوب معناها ديريكتومون معناها الاشخاص اللي كانوا حاضرين في الوقت هذاك وتكلموا على الماتش وسيرتو على الديكلاراسيون نتاعي وعلى الكومينيكاسيون وعلى شخصي في معناها في ذاتي بون اليوم تدخلي هذا كيف معناها باش ما تكلموش على شخصك سهيب تكلموا على الديكلاراسيون ما تكلم حد في شخصك على اي في شخصي كسهيب زروق حاجات معناها عدارة قراءه نفسيه في انا شنو حبيت نقصد ولي في شخصي دونك هذاك علاش الحقيقه معناها على الناس اللي قالت لي انا صغير على التصريحات اللي قال راهو يبروفوكي في جمهور نادي الافريقي ودخل الترجي في الموضوع انا نقول راهو شوف لاني جيت باش نضر اليوم اللي قلته وانا معناها متاكد 1000% ما مسيت حتى فئه من حتى اي نادي الناس كل تعاود ترجع تشوف الديكلاراسيون دونك ما فيها حتى اي مس انا حللت الماتش كيما انا ريتو كيما الناس قاعده في الراديو ولا في التلفزه تحلل في الماتشات انا زاد كيف نعيش الماتش وحللت الماتش وقلت تحليلي كيفاش ريت الماتش ممكن التعليق جاي سهيب على كلمه الافريقي فاست بالحظ ولا حاجه من نوع هذا الاهداف جات بالحظ ولا حاجه هكا قلت لك راني اسلام لاني باش نجاوب لاني باش نبرر اللي يحب يعنيها يصدق ولا ما يصدقش يرجع للديكلاراسيون ويشوف يثبت كان انا خرج مني الكلام هذاك يعاود يثبت على روح اذا كان هما فما اهداف يصير تحليلها برؤيتي انا ذاك قلت انا في الديكلاراسيون ابار ذاك لا ناحيه الميريت لحتى اي نادي ولا حتى اي حاجه خاطر انا الحقيقه معناها معناها ما نجمش نبرر حاجه على حاجه باطله
معناها أنا أرفع من الحاجة هذي. في بعض الأحيان معناها عدم الرد على ناس يكون في حد ذاته هو إجابة عليهم، خاطر مانيش باش ندخل في المستنقع ذاك، ندخل في البوليميك اللي الناس هذي تحب معناها تخلق مشاكل في الكورة. نشوفه توا في الوضع كرة القدم التونسية قداش كثر الحقد، قداش كثرة الكراهية وكثرة السب والشتم وكل شيء، ولا مستباح جماهير الكل تكره بعضها، تمشي لأي بلاصة تسمع كان في السبان، يجيك الناس الكل تسمع في السبان. معناها عايشين في الحقيقة في وضع سيء ورديء ورديء جدا من الناحية الأخلاقية، وهذا الكل سبب فيه الناس برفوا ما تقدرش قيمة الميكرو اللي قدامها، ما تقدرش الأمانة للناس اللي عاتت هالها، دونك تولي يحكي في نامبورت كوا ويحكي في أي حاجة معناها معناها بالباطل بالباطل. هذا يراه ما يجيش، هذا يراه يخرق الكراهية ويخرق ويخرق الحقد. فما شوف الناس بالحق معناها فما أجسام سليمة تتغذى معناها من أشياء نظيفة، وفما أجسام مالورزمون مريضة تتغذى من كل ما هو خبيث وملوث. الناس هذي زي ما تبعد عن المشهد الرياضي، زي ما تبعد بالحق، زي ما تبعد، خاطر الناس هذي ما عطات حتى شيء. الناس هذي بالعكس راكيتك باش تأثر حتى على واحد من 12 مليون، راه نجم يسبب كارثة هذاك بكلمة أنت منك مال بلاسي عندك عليها أريير فونسي خايبة، راه ما يجيش. رانا كلنا في الكورة وكلنا عنا زيد وافحنا سوايب على شنو باش نفهموا كيفاش نجاوبوك، على شنو تحكي بالضبط، زيد فهمنا وافحنا. الناس تفهم الناس واعية، ما باش نفهموا حتى احنا سهيب زيد، حتى عبد تسمع فيك مش فاهم على شنو تحكي بالضبط. واضح ان اللي قلنا الكلام الكلمه ذيك اتقالت ما عجبتنيش، ها ردي عليها انا باش نفهم واحد. شوف فما شكون جاي قال راه مازال كبير على التصريحات و و و ونتعديوا، فما شكون قال جيت ما تقلتش هكا بالمعنى هذا، هو ذاكر الويتي قال الكلمه هذيك ما تقلتش بالمعنى هذا. يقصد مدرب شاب ما يقصدش صغير سهيب، يقصد بالعكس شكلك ذاكر وطريقه اللعب نتاع سليمان، يقصد مدرب شاب معناه مش صغير، معناه بالمعنى نتاع صغير تقزيم ولا حاجه هكا. انا بلا بالعكس معناه انا قلت لك هذيك مش نحكي على هذيك، مش نحكي على البوان هذيك، دونك انا قلت لك نتجاوزوا الحاجه هذيك، انا نحكي على الانسان اللي قال مدرب مستقبل سليمان يبروفوكي في جمهور الكلوب، وقاعد يخلق في فتنة مع جمهور الكلوب وجمهور الترجي ويدخل في سليمان في الوسط. أنا جيت قلت لك يعني أنا أرفع أني نجاوب الناس هذه، خاطر فما نوعية من الناس هذه قاعدة تخلق في الفتنة، بتتر على حسن نية مهي شالقة، بتتر على سوء نية. هذي ما عنيش أنا كإنسان أبليكيه وكمدرب كرة قدم في المشهد الرياضي، من واجبي أني نجي نوعي الناس، نوعي الناس نقول راهو فما ناس راهي قاعدة تبث في فتنة وتبث في برشا مشاكل وتبث في كراهية وفي حقد بين العباد، فما ناس راهي تأثر. سهيب انت قلق الكلام مروان اللي لمح فيه على مقابلة ترجي وسليمان هكا باش نكونوا واضحين، انت ما حبيتش تقول اني انا قلت يمكن فما ناس تفهم، الناس فما ناس قاعدة تسمع، ناس تفهم وناس تبع فيكم وكل شيء. انا شنو حبيت نقول، انا من واجبي باش نقول راهو الميكرو ذاك راهو امانة، وراو اي واحد باش يخلي الناس هذيا قاعده في كل مره تبث في الفتنه، في كل مره تكذب على العباد بالباطل، وفي كل مره تقول في ديكلاراسيون مش عارفه قيمتها شنيا، راو يلزم نقول لها ستوب، يلزم نقول لها ستوب. مش كل واحد قدامه ميكرو يجي يسب الناس، مش كل واحد قدامه ميكرو يجي يحط الناس في الواجهه. انا اللي نخرج في الشارع، انا اللي نواجه في الناس. واضح. لطفي بالحاج يحب يتفاعل معك سهيب، معنا لطفي بالحاج في الاستوديو يحب يتفاعل معك. سهيب خويا شنحوالك، ان شاء الله تكون بخير. والله الحمد لله. جوست انا سمعت راهو سمعت اش قلت على تحليل نتاع مباراة نادي الافريقي. انا ما راهيش اللي قلت عيب، انت قلت قبلت اهداف على اخطاء، دونك هما اول الامور هذيك امورهم. انا جوست نحب نقول لك خويا اخدم على روحك، سكر وذنيك وربي يوفقك، وانا نم بالمدرب التونسي، وهو بحذانا طارق العبدلي ان شاء الله. سلام عليه. سلام على سهيب. معناتها سهيب ما يزمكش معناتها تحط في مخ، خليه يتكلم وخليه يقول واش يهم. المهم انت شنو حبيت توصل، وانا هذا اش حبيت نوصل لك سهيب. معناتها انت التصريح نتاعك ما يقلقش، معناتها انت قلت قبلت اهداف عن طريق خطا، معناتها عادي جدا. مجدي السعيدي ايضا حبيت فعل معك. مرحبا بك سهيب. مرحبا بك. معك مجدي السعيدي جورناليست خويا.
عايشك شكرا ليك وان شاء الله موفق في نتبعوا في نتائج مستقبل سليمان قبل الهزيمه الاخرانيه. اربع مقابلات اعتقد ما الفريق معناتها ما تلقاش فيهم الخساره، دونك فما خدمه قاعده تخدم. ومستقبل سليمان نعرفوه معناتها المواسم الاخيره تقريبا عاش بعض الصعوبات. انا سمعت الحق يا سهي بالتصريح نتاعك، فما كلمه يمكن هي اللي ممكن اثارت شويه الجدل اللي انت قلت معناتها، ما نعرفش كانت اكدها لي ولا لا، قلت فما ديتير فما اهداف سجلهم النادي الافريقي تسديدات بالزهر. ممكن الكلمه هذه ما زلت معناتها ممكن ما حبيت نسال، ما زلت انت كي تراجع التصريح هذا او ترجع له ما زلت انت متاكد انه كلمتك صحيحه، ولا يمكن اشوخ ذيت الميكرو وقتها وانت كنت تحكي تو على الميكرو قلت معناتها اللي يجي عنده الميكرو واحد هذه مهمه برشا، نقطه مهمه برشا كونه اللي يبدا عنده الميكرو ما يقولش نامبورت كوا. انت اسكو كي رجعت له التصريح هذا ما زلت مقتنع كونه بعض التسديدات او بعض الاهداف اللي سجلوهم لاعبين النادي الافريقي نعرفوهم ثلاثه اهداف يمكن اللي تحكي عليهم انه مسجلهم بلال ايت مالك ثم اصرار في ظهور لي من خارج مناطق الجزاء، اسكو ما زلت مقتنع انه بالفعل كما قلت انت كانوا بالزهر الاهداف هذوما؟ اسكو مقتنع انه النقطه هذه هي اللي خليت الجدل اللي يكون كبير بعد مباراه النادي الافريقي ومستقبل سليمان؟ وشكرا لك. اوكي نشكركم. انا سيرتو نحب التوفيق على فيتشي على طارق ولطفي، نسلم عليهم برشا، نسلم عليكم الكل. شكرا. عايشك. انا راهو ديجا في تدخلي من الاول ما توا في الحصه هذيا قلت راني انا مانيش باش نجاوب على اللي تقال، معناها مانيش باش نجاوب مش باش يكون ردي على اللي تقال على الديكلاراسيون تاعك هاي فوالا، معناها على الناس اللي علقت على الديكلاراسيون، معناها هو حر شنو باش يقول على الديكلاراسيون كيفاش فهمها. انا مانيش باش نجاوب كيما قالوا هما، راني انا مسكر وزنيه ونخدم على روحي، عندي توا 9 جورنيات، معناها مانيش قاعد نتكلم ونحكي ولا حاجه كان في الكوره، وعمري ما تدخلت. وقلت اليوم راني انا تدخلي موش باش يكون رد على الناس هذيا اللي قالت هكا، بالعكس انا قلت لك معناها راني حسيت كانسان موجود في الوضع اللي فيه الكره توا ما نجمش نقعد ساكت وقت اللي راه فما ناس قاعده تهز في الديكلاراسيون، حتى مش تعينا بركه، راه مش تعينا بركه نتاع برشا برشا من الناس اخرين وبرشا مدربين وبرشا مسؤولين قاعده تهز في الكرة في وضعية أخرى، في وضعية خايبة برش، في وضعية أخلاقية خايبة برش. حكيت على الكراهية وحكيت على الحقد وحكيت على الحس اللي هو موجود، أما إلى متى باش نقعدوا ساكتين؟ إلى متى باش نقعدوا ساكتين؟ أنا مش نحكي على واحد قال راهو سليمان كان خايبة ولا سهيب ما يعرفش يراني ولا هو حر. الأمور تجاوزت شوية. قلت أنا راني أرفع إني نكون باش نجاوب على الناس هذي، مانيش نحكي على ديكلاراسيون. أنا حكيت إنه حسيت وريت ومتأكد انه معناها الرد والدخل فيه معناها اسمي في شخصي، انه الرد معناها فيه بروفوكاسيون وفما معناها انا بروفوكي في جمهور معين وتابع جمعيه اخرى معينه وما عرفش ازاي راهو انا راني ارفع من الحاجه هذيا. اما زاده يلزمنا نقولوا للناس هذيا فيقوا على رواحكم، راكم تخلقوا في الفتنه وراكم تخلقوا في الكراهيه. باهي كلمه مالك بسرعه. اللي قلتها راه انا ما قلتش 3 اهداف بالزهر وما كانتش عندي ني في الكونفرنس وني على المباشر. انا كي نحلل الماتش ما نحللش السكور، ما نحللش الاهداف، نحلل في ماتش. وقلت طريق معناها البونتوات اللي قبلناهم احنا كسليمان، قبلنا هدف عن طريق خطا مباشر، والهدف والاهداف الاخرين كانت فيهم برشا شانس خاطر كانوا ديفي. صحيح صحيح خويا سهيب، باش نتفاعل معاك انا ديما نحكي عليك بالباهي سيرتو في اللي تخدم فيه وربي يوفقك وربي يعينك. جست انت في الكونفرنس قلت معناتها الكره ديفيات هي سببها نحن حلينا موضوع، قلت راهو معناتها خويا سهيب راهو حكى على الديفياسيون وعلى التوش نتاع كيزومبي. قلت انا راهو الشانس موجود في الكره ويزمك تجرب الشانس والتير نتاعك وتصير الديفياسيون موجوده في الكره، ومن بعد هما الاولاد راهو تفاعلوا سواء مروان خويا مروان ولا ذاكر في قلب الموضوع معناتها التفاعل صار هذا. فهمت؟ نعرف ونعرف. قلت راني مانيش باش نبرر اللي قلته، مانيش حكي غادي والله العظيم، حكي انا اللي غيظني والله العظيم اللي غيظني المشهد الرياضي اللي احنا فيه. خويا ربي يوفقك ربي يعينك، ما نطولوش عليك خويا، ربي يوفقك ربي يعينك ووسع بالك وخدم على روحك. شكرا شكرا ليك سهيب على تدخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله. نمشيو فاصل وبعد نكمل نحكيو عن النادي الرياضي الصفاقسي.